راح نبلش في الاناليسيس اوف كلوك سيكونشال سيركت. اول شيء اذا كان عندي مثل هاي السيركت، طبعا هاي بتتكون من السيكونشال اللي هون، اللي بتتكون من الفليب فلوب، وعندي هون الكومبينيشنال سيركت. الان اول شيء قلنا انه راح نفرق ما بين الانبوت هذول والاوتبوت. عندي انبوت هون الاكس، وعندي هون الاي. طبعا هاي الاي هي الاوتبوت ل الفليب فلوب، فاذا هون اي اوف تي، هون اي اوف تي بلس 1 لانها اوتبوت. وعندي هون البي لهون، هاي انبوت، وهون البي برضه. إذا عشان أشتق الألجبريك إكسبريشن هذول A of T plus 1 و B of T و A of T اللي هم وال Y of T، طبعا هذول نفس هذول نفس هذول مع إزالة ال T. إذا خلينا راح ناخذ هاي الرسمة، حلل هون. اوكي الان عندي، خلينا نقسمها للانبوت والاوتبوت اللي هون. شو اللي عندي؟ الانبوت هون اكس، وعندي هون الاي والاي برايم والبي 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 برايم. اذا دائما دائما بدنا نكتب الكاركترستيك equation، دائما بنبلش في الدي فليب فلوب الكاركترستيك equation ال Q of T plus 1 تساوي ايش في الدي فليب فلوب؟ تساوي دي، لكن هون ما عندي Q as output، عندي ال A، فما في مانع نشيل ال Q نحط مكانها ال A of T plus 1، فقط مجرد اسم يعني مش أكثر. اوكي الان حتى نكتب معادلة هاي الدي، اول شيء عندنا في الدي عندنا هون اور جيت، وعلى الاور في عندي تو اندز جيت. عندي هون اكس، فهاي عندي هون اكس، وهون عندي اي اي اوف تي طبعا، هون عندي اكس، وهاي جاية من البي. إذا هاي الأور راح تطلع هون الريزلت، عندنا AX plus BX، فهاي عبارة عن إيش؟ هاي الـ A of T plus 1 تساوي هذا الـ expression. مع ملاحظة إنه الـ A اللي هون وال B هما عبارة عن ال A of T وال B of T، of T مش of T plus 1 لأنهم input. هاي شغلة في غاية الأهمية. طيب الآن عندي راح نكتب المعادلة لل D هاي، اللي هي عبارة عن A prime هيها مع ال X. إذا عندي ال B flip flop of t plus 1 بتساوي t، والدي ايش بتساوي؟ هون a prime x. بالشكل هذا بنكون كتبنا ال output بدلالة ال input، ال input اللي كان عندي داخل فيه عندي feedback و input اللي هو ال x. آخر شيء عندي الانبوت او الاوتبوت او هاي الكومبينيشن سيركت، فيها الاوتبوت واي، وعندي انبوت اي، وعندي هون بي، وعندي هون اكس،
فتتكون a زائد b and x prime فتكون a زائد b and x prime هاي عبارة عن ايش؟ الواي. اوكي الان راح نكتب state table، راح نتعلم كيف نعبي state table. فخلينا ناخذه عندي هذا هو state table. اول شيء عندي 3 input. طبعا في طريقتين للتعبير او الكتابة في state table، وطريقة ثانية ممكن تكون افضل شوي، لكن طريقتين سهلات وبسيطات. فمثلا عندي راح اقسمه لل present state وال next state. ال present state راح يكون معه ال input مثل ما حكينا فوق، اللي هي of t present state، ال output اللي هي هون ال a of t plus 1 و b of t plus 1، وال output هاي ال y هاي لحالها اللي هي combinational circuit. إذا عندي 3 input هون، ال a of t plus 1 نعرف ال characteristic إلها، أو ال characteristic equation هون a of t plus 1 بتساوي a x prime plus أو a x plus b x. خلينا نتأكد بس a x plus b x، وال b كمان عندي a a prime x. إذا هون راح أكتب ال next state من ال present state. next state هون ال a بتساوي a x، ال a اللي هون بتساوي a dot x plus b dot x راح تعطيني 0. ال b هاي راح تعطيني كمان a x prime a prime x عفوا a prime x يعني 1 dot 0 فتعطيني 0. خلينا ناخذ هاي 0.0 أو 0.10 plus 0.10 فأعطتني 0. في عندي a prime x راح تعطيني 1، وراح نكفي ونكمل باقي ال output اللي هم في next state. وآخر شيء ال y of t، ال y of t أخذنا ال characteristic equation إلها a plus b في and مع x prime a plus b، مثلا هاي a plus b and x prime فهذا يصير 0 راح تعطيني 0. وش مثلا هاي عندي a plus b 1.0 complement لها راح تعطيني 1. فهون بنعبي ال state table، هذا بنسميه state table، عبيناه بس نخلصه. راح نشوف كم state عندي. طبعا في الطريقة الثانية اللي قلنا عنها اللي هي ممكن تكون أفضل، شوفها هون. فهاي الطريقة إذا عندي present state و next state و output، هاي إذا في عندي y. قسمنا ال x مرة 0 مرة 1. طبعا هون عشان ما ناخذ كل ال main terms الاحتمالات اللي هي 0 1 2 3 4 5 6 7، عندي هون فقط 0 1 2 3، لكن اضطرينا نعيد ال a وال b وال y نكررهم مرة ثانية حتى مرة تكون x ب 0 x ب 0 x ب 1 هون برضو x ب 0 x ب 1. طبعا هاي الطريقة ممكن تكون أسهل شوي حتى نكتب أو نرسم state diagram. فمثلا بقدر أعرف ال present state كم state عندي هون، 0 0 0 1 1 0 1 1. هاي راح نرسم منها ال state diagram اللي هو بالشكل هذا. راح نشوف شو معنى هاي الدوائر وكيف راح نرسمها. فمثلا عندي هاي هي، خلينا نشوف فون، عندي 0 0 راحت ل 0 0 متى نطلع عن الانبوت اللي هو الاكس. اذا اكس بزيرو
كم كانت الواي؟ زيرو. فزيرو زيرو راح زيرو زيرو إذا الانبوت بزيرو والاوتبوت زيرو. فمثلا خلينا نأخذ بعديها زيرو زيرو حتروح على زيرو واحد إذا الاكس بون والاوتبوت زيرو، أو الاوتبوت هون زيرو برضه. يعني إذا الاكس بون عندي الاوتبوت زيرو والاكس بون اللي هو الاكس يعتبر انبوت، وراح تروح من زيرو ون أو زيرو زيرو لا زيرو ون. هي من زيرو زيرو لزيرو ون هيها، وعندي الانبوت بون والواي بزيرو، هاي دائما واي وهاي اكس اللي هي الانبوت واوتبوت. طيب خلينا ناخذ ستيت ثاني، مثلا خلينا ناخذ الون زيرو هاي، نشوف ال 1 0 او ال 1 1 مش مشكلة، حتروح لل 0 0. ال 1 1 متى راحت لل 0 0؟ هي 1 1 حتروح لل 0 0 شكلها بالسهم. ها اذا ال x ب 0 راح يكون قيمة ال output ب 1، ال x ب 0 وال output هي ها ب 1 صحيح. خلينا ناخذ ستيت ثانية، مثلا الزيرو ون هاي حتروح على الون ون متى؟ زيرو ون هيها حتروح على الون ون إذا الإكس بون والواي بزيرو. الإكس بون والواي عندما إكس تساوي ون زيرو صحيح. ناخذ كمان ستيت كمان حتى نفهم أكثر، مثلا عندي state ال 1 0 هتروح لل 1 0 لنفسه عندما ال x بتساوي 1، يعني ال 1 0 هتروح لنفسه عندما x بتساوي 1 وال output 0 لأنه x بتساوي 1 هتكون output 0 وال x 1 state هو 1 0. 1 0 تروح لنفسه إذا ال x ب 1 وال output 0. لا نكون بالشكل هذا خلصنا، كتبنا ال characteristic equation أو عفوا ال output ودلالة ال input. ال d of a اللي هي هاي اللي هون d of a، و a بتساوي d، ف a of t plus 1 تساوي a x زائد b x، و d of b اللي هي هون أو ال y هيها. و هال d flip flop q of t plus 1 تساوي d of q، طبعا نعرف في الكاركترستيك equation إذا a of t plus 1، يعني دائما نكتب معادلة ال d أو ال t حسب شو نوع ال flip flop، ممكن j أو k. فبنكتب معادلة الموجود عندي بالطرف هذا اللي من هون، مثلا عندي هون دي فليب فلوب بكتب معادلة دي، لو كان عندي تي بكتب معادلة التي، وجي كي بكتب معادلات الجي والكي، ومن الكاركترستيك ايكويشن بكتب معادلات الاوتبوت. فمثلا عندي هون الاي اوف تي هتكون نفسها دي لاي، هل الدي للاي، فدي اللي احنا كتبناها بالشكل هذا، فكانت اي اكس بلس بي اكس هي نفسها. راح نشوف مثال على الدي فليب فلوب، وعندي اوكي هنا نكتب الدي اوف اي، هيا دائما نقول نكتب معادلة الدي او التي حسب شو نوع الفليب فلوب. فعندي هون دي فليب فلوب بكتب معادلة الدي، هي عبارة عن اكس اوفر بتوين الاي اوف تي طبعا مع اكس اوفر ثاني للاكس والواي. اذا الدي اوف اي
بتساوي هاي الانبوت عندي هاي ايه اوف تي ايه اوف تي، وعندي هون الاكس والواي انبوت، فراح نكتب معادلة ايه اوف تي بلس 1 بدلالة الانبوت اللي هي ايه اوف تي او ايه اكس اور مع الاكس اكس اور واي، فهي معادلة ال دي اوف ايه، وال a اوف تي بلس 1 نفسها بتساوي دي اوف ايه ودي اوف ايه اللي هي a اكس اور مع ال x اكس اور مع y، هاي هي. اوكي خلينا نشوف ال state. اوكي الان عندي من الشكل ها هون الانبوت عندي ال a of t وال x وال y وال output هو لحاله a of t plus 1، فال input هون عندي a x y وال output a of t plus 1، عندي ال x or between 0 0 0 فراح تعطيني 0 0 0 1 راح تعطيني 1، فدائما راح تعطيني 1 الا اذا ما فيش ولا واحد او كلها واحدات، مثلا عندي او واحدتين ف مثلا هي هون 0 اكس اور مع الاكس اور هون مثلا اكس اور 0 اكس اور 0 0 اكس اور 0 0 0 x or 1 1 x or 0 1 0 x or 1 1 x or 0 1 1 x or 1 0 x or 0 0 0 x or 0 0 x or 1 1 1 x or 0 1 x or 0 أو x or 1 عفوا راح تعطيني 0 0 x or 1 1 x or 1 0 1 x or 1 0 x or 1 1. اوكي الان شو الستيت اللي عندي اللي هم الزيرو والون، لانه يعني عندي اوتبوت واحدة اللي هي دي ال A، فال A راح الزيرو راح تروح للزيرو اذا كان ال X بزيرو والواي بزيرو، والزيرو راح تروح للزيرو برضه، يعني الزيرو راحت للزيرو هون إذا كان عندي الإكس واي بزيرو زيرو، وإذا الإكس واي بون ون، يعني عندي هون تو ستيت، يعني خلينا نوضحها أكثر، خلينا نبلش. اوكي الان عندي الزيرو متى راح تروح للزيرو مرتين، هون زيرو راحت للزيرو هون زيرو راحت للزيرو، عندما اكس واي كانت زيرو زيرو اكس واي كانت ون ون، فعندي زيرو راح تروح للزيرو مكان ما يكون اكس واي زيرو زيرو او ون ون، اوكي الان الزيرو مثلا خلينا ناخذ الون هتروح للون، خلينا نشوف متى الون راح تروح للون اذا عندي الاكس واي ون ون، والون عندي كمان هون هاي ون وهاي ون اذا الاكس واي تساوي زيرو زيرو، اذا هتروح هون زيرو زيرو ون ون راح تروح لنفسها، وعندي متى راح تروح من ون من زيرو للون
دي متى هتروح من الزيرو للون، تروح من الزيرو هون للون، ومن الزيرو للون كمان مرة. إذا عندي الانبوت بزيرو ون ون زيرو، زيرو ون ون زيرو، وكمان العكس من ون للزيرو نقدر نشوفها. خلينا نشوف. إذا خلصنا الاناليسس للدي فليب فلوب اللي هو كان هذا المثال، وللتي فليب فلوب او هذا الدي كمان، خلينا نشوف للجي كي وللتي. اوكي، حكينا دائما نوجد معادلة الطرف للفليب فلوب. فعندي هون جي وعندي هون كي، عندي هون جي وهون كي. هنسمي الجي هاي جي اوف اي، وهاي كي اوف اي، وهاي جي اوف بي، او بي، وهاي كي اوف بي. اذا راح اكتب معادلات هذول. فعندي هاي الجي اوف اي عندي عبارة عن الخط هذا توزع هون، وأعطى هون كمان للجيت هاي. فالجي اوف اي راح تساوي بي اوف تي طبعا، لأنه انبوت اوف تي مش تي بلس ون، هاي انبوت وهون اوت. إذا ال J of A كتبنا معادلته، خلينا نكتب معادلة ال K of A عبارة عن ال B and X prime في ال G، أو ال K of A تساوي ال B على ال AND gate مع ال X prime. والآن خلينا نكتب معادلة ال J B تساوي قيمة ال X برايم وال K B تساوي ال X OR between ال X وال X برايم. شوفوا هون، إذا كتبنا ال J A B ال K A B X prime، وعندي ال J B X prime، وعندي ال B اللي هي X OR بين ال A وال X، عندي هون بين ال X وال A of T. أوكي، K of B بتساوي A X over X. إذا هون كتبنا كل معادلات كل الأطراف هذول، هاي وهاي وهاي وهاي. بدلالة هذول راح نقدر نطلع ال A of T plus 1. إذا بعرف إنه ال characteristic equation لل JK flip flop، نعم هاي ال جي كي فليب فلوب الكاركترستيك ايكويشن طلعناها هون، هيها كيو اوف تي بلس 1 تساوي جي كيو اوف تي برايم. فعن طريق هاي المعادلة راح نوجد ال next state. فعندي هون ك ج ك برايم زائد ك برايم ك. عندي ال a of t plus 1 هي عبارة عن ك of t plus 1، و عبارة عن ال j a ال j لل a مع ال q برايم اللي هي q عندنا هون، a برايم فقط بتفرق تغيير الأسامي فقط. وعندي ال K برايم هيها
مع الكيو. إذا خلينا نكتب بشكل أوضح. أو خلينا نقول إذا عندي ال J فراح أكتب أول شيء لل A. بالنسبة لل A اللي هو الفليب فلوب الأول، ها راح نكتب ال A of T plus 1 اللي هي عبارة عن ال Q، لكن هون تغير الاسم، بساوي ال J خلاص بس للتذكير ال هاي هي هاي هي الايش الكاركترستيك ايكويشن. فعندي الجي، الجي عندي هون بي، طبعا جي بالنسبة للاي هون اللي هي جي اي تساوي بي، في كيو برايم اللي هي كيو عندنا هون ايش اي، في اي برايم بلس كي برايم اللي هي كي الاي عندنا بي، اكس برايم عملها برايم فراح تصير بي برايم اكس، عندنا ال B X برايم عفوا هون إذا عملنا لها كومبليمنت عن طريق ال دي مورجان راح تصير B برايم بلس X، B برايم بلس X راح تصير عندي هون B برايم بلس X في A في X برايم مضروبة في A، هون نسينا ال A. اوكي هون عندنا كلها هاي ال K لما نضربها، طبعا K عملناها لها برايم راح نضربها بال Q اللي هي ال A فراح تصير معي عبارة عن اوكي نشيل هاي هون ما ضربناها في الـ A، راح تصير معي بي A برايم بلس بي برايم A بلس A X A B A برايم B A B برايم و A X هاي هي الكاركترستيك لل A of T بلس 1. اشتقينا معادلة ال Q of T plus 1 اللي هي ال output، لكن اسمها هون A بدلالة أو عن طريق ال characteristic equation طلعت معانا بالشكل هذا. الآن فأبقانا من characteristic equation هاي هي طلعنا قيمة A of T plus 1 وطلعت عندي بالشكل ها، طبعا عملنا هون complement فصارت عندي بالشكل ها مضروبة في A وزعنا ال A طلعت عندي هاي هي A of T plus 1. إذا بدي أكتب ال A of T plus 1 ف لازم أعوض اللي راح أدخلهم 0 0 0 مثلا 0 1 0 0 راح أعوضها في الـ equation هاي. إذا B of T plus 1 بتساوي J B prime K B prime B، فراح نعوض راح تطلع معاي معادلة بالشكل هذا، هي فقط عبارة عن تعويض بالـ characteristic equation. إذا الآن راح أخذ كم ستيت عندي هون؟ عندي 0 0 وال1 0
اوكي عندي 0 0 وال1 0 وال0 1 وال1 1 هذول 4 ستيج، فراح نعمل 1 4 سيركل هون اللي هو الستيت دايجرام. فعندي هون 0 0، عندي هون 0 1 مثلا، 1 0 1 1، وراح تصير تروح من 0 0 0 1 إذا كان عندي الانبوت 0، طبعا هذول دخلناهم عن طريق هذول مع ال A وال X، راح نطلع قيمة A و B. يعني هذا ال next state طلعناه عن طريق ال equation اللي معاي بالاستعانة بال flip flop inputs مع ال present state مع ال input ال X. إذا راح تروح لي من ال 0 0 لل 0 1، هاي 0 0 لل 0 1 إذا كان عندي الاكس بزيرو، راح تروح من 0 0 لل 0 0 إذا الاكس بون، راح تروح من 0 1 لل 1 1 إذا الاكس بزيرو، راح تروح من 0 1 لل 1 0 إذا اكس بون. طبعا لاختصار الوقت راح ناخذ هذا هو الستيت ديجرام بالشكل. طبعا ما في مشكلة إذا مثلا إنه مثلا حطينا هون 0 0 وهون 1 1 ولا 0 1 نفس الشيء ما بفرق، لكن هون راح تكون منظمة أكثر ما في خربطة. أما هون ممكن شوي تصير عجلة شوي مثلا. فهون بنكون خلصنا المثال هذا، راح نشوف الاناليسيس للتي فليب فلوب ان شاء الله في المرة القادمة.